السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم خوتي الرياض في فيديو جديد وفائدة جديدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غنتحدث لكم على أفضل مونتاج وأسهل مونتاج على الإطلاق لصيد الحبار أو الكالامار إضافة لسمك السيبيا حتى هو لنفس الفصيلة بطريقة بسيطة جدا باستعمال هذه الأدوات، يعني هذه الصنارات اللي كنقولوا لهم حنا أن البوتيرا، يعني هادو أفضل طريقة للصيد ديال أسماك الحبار. إذا تاع المونتاج إن شاء الله غنحاول نعطيكم أبسط مونتاج. غير نقطة أساسية الإخوان قبل ما نبدأ الفيديو، ألا وهي دائما ملي كتشريو في المحلات ديال الصيد هذا النوع من البوتيرات، دائما راه كتكون حساسة في هذه المنطقة ديال الخياطة، يعني كتكون سهلت التقطع، يعني كنستعملوا الغراء، يعني لصقه سبيسيال كنحاولوا نديروها في هذه المنطقه، يعني كنغلقوا مزيان باش ما تفتحش لينا نهائيا وتصبر معنا مده طويله. هذه نقطه خارجه على الموضوع، يعني نرجع للموضوع. اذا المونتاج الاخوان راه سهل جدا لانه دائما كنستهدفوا اسماك الحبار بجوج الانواع، كاين الكالامار، الكالامار كنستهدفوه بهادي بالضبط، هادي العاديه كما كتشوفوها، والسيبيا كنستعملو فيه هادي اللي فيها الرصاص. كنظن راكم عارفين علاش، لانه دائما الرصاص كيهبط لينا هادي كتهبط القاع، يعني سمك السيبيا معروف انه كيشد القاع، يعني قاع الماء فاش كيكون، والطريقه المناسبه باش نوصلو ليه هي هاد الطعم عن طريق الرصاص، يعني كيكون في هذا الرصاص كما كتوصل كتهبط بهذه الطريقه في الماء، وملي كنجرو كيطلع بهذا الشكل وكتهبط عاوتاني نفس الحاجه، يعني كتبان حقيقيه للغايه. يعني كندفعوها جوج دفعات الاعلى، يعني متر ونصف تقريبا، جوج دفعات كبار، وكنطلقوها كتهبط حتى كتوصل للقاع نفس الحاجه، كنعاودو كنضربو يعني بهذه الطريقه، وكنجبرو لعندنا الخيط، يعني كتكون السيبيا تما راه كتجي ليها مباشره، يعني بطريقه مباشره. بالنسبة للكالامار العكس، الكالامار كيكون دائما معلق ما بين الماء والماء فاش كيكون، يعني ما كيكونش في القعر، كيكون في وسط المياه. غير انه النقطة واحدة باش نعرفوا الكالامار في الاتجاه اللي شاد، كيخصنا نغيروا الموقع دائما باستمرار حتى نلقاو المنطقة فاش كاين، يعني كنضربوا شوية هنا ما كاين والو، كنطلعوا لفوق كنحاولوا كنغلبوا كنغيروا في العلو حتى كنلقاو المنطقة اللي مجموع فيها الكالامار. وعلى العموم، على العموم الاخوان، الكالامار راه دائما موجود يعني على طول السواحل الاخوان، بالعكس راه موجود بكثرة، بعكس بعض النظريات اللي كيقول لك الكالامار انه راه قليل، شوف تمنو ويقول لك العكس الاخوان، الكالامار راه موجود للغايه، فقط كيبغي الوقت ديالو اللي كيكون البحر صافي، يعني طايح الطيوح، كيبغي البحر يكون هادئ جدا، اضافه للقمر بالليل الى كان القمر صيد عليه، اضافه الى ما كانش القمر بالطبع كنبحثو دائما على المناطق المضيئه قريبة من المدن اللي كيكون فيها الضوء بحال الميناء، بحال هذا راه كيكون ممتاز لصيد الكالامار. إذا الإخوان ما نعطلكمش أكثر، عطيتكم غير معلومات خفيفة ظريفة، من بعد إن شاء الله ندير لكم فيديو على هذا الموضوع بدقة، يعني نعطيكم الأشياء المهمة اللي خصكم تاخذوها بعين الإعتبار أثناء الصيد. لي الآن غنعطيكم مباشرة أبسط مونتاج للصيد، يعني أبسط على تقريبا ما تلقاوش أبسط منه. الحاجة اللي كنطلبها الإخوان هي تكون عندكم مدور، هذا الميريون المدور، يعني حاولوا تعقلوا معايا على هذا المونتاج لأنه بسيط للغاية وممتاز صراحة. يعني هذا مدور، خيط ديال القصبة هو هذا، قولوا الخيط ديال 40، يعني ديال الموليني اللي في الماكينة. كندخلو المدور، كنديرو العقدة ديالنا بسيطة أبسط ما يكون، العقد هضرنا عليهم عدد من المرات بلا ما نحتاجو نعاودو ليهم صراحة، اللي محتاج شي حاجة نعاودها ليه راه ما كاين حتى مشكل، على الراس والعين ما كنشعرش بالملل نهائيا، نقدر نعيد لكم الحاجة حتى ألف مرة ما كاين حتى مشكل على الراس والعين. إذا هذا الخيط الرئيسي ديال القصبة، هذا المدور. هنا الاخوان اش كنديروا؟ كنديروا فيه الرصاص، الرصاص في هذه المنطقه كنحاولوا نديروا خيط رقيق، يعني كنحاولوا نديروا الخيط ديال 26 مثلا او 28 اللي عندنا راه مزيان، يعني باش ما كان الخيط رقيق راه ممتاز جدا، يعني كنربطوه في هذا الاسفل، الخيط تكون فيه على حسب تقريبا نقدر نبعدوها على تقريبا تقريبا نديروا متر، نبعدو الرصاص على هذا بمتر من الأحسن، كنعطيوه يبعد لنا على الطعم ديالنا البوتيرا.
يعني كنربطوه ربطها. إذن كما كتشوفوا هذا الخيط الرئيسي للقصبة، هذا الميريون، هذا الخيط ديال 26 مثلا، هذا 26 كنجيو للأسفل كنربطو فيه الرصاص ديالنا. يعني ممكن نديرو، كنديرو بين 20 غرام 30 غرام، أنا كنفضل دائما 20 غرام، لأنه كنعاود نقولها خص البحر يكون هادي، يعني كنصيدو في بحر هادي. عاد كنديرو الربطة ديالنا، ربطة عادية كنربطو طريقة عادية إخوان، ما نصعبوش الأمور، أبسط ما يكون هو هذا، راه ما كاينش أسهل منه. كما كتشوفوا خيط القصبة ليميريون مدور خيط 26 أو 28، يعني كنجيو لهنا في الأخير تقريبا متر، هذا كيكون متر فيه الرصاص في الأسفل، كنجيو فوق ليميريون، فوقها مباشرة تقريبا نحسبو واحد نصف متر تقريبا فوق ليميريون، كنحسبو نصف متر، كنجيو كنديرو الدائرة ديالنا المعروفة العقدة تي. كما كتشوفو عادي جدا نعودوها بهذه الطريقة، كناخدو هاد جوج خيوط اللي في الفوق كندوروهم بيناتهم بهذه الطريقة كما كتشوفو، كناخدو هذا كنجبدوه للأعلى فقط لا غير، كنسحبو هي العقدة ديالنا تكونات كما كتشوفوا، بسيطة للغاية يعني وسهلة. هنا الإخوان اش كنديرو، هنا كنربطو فيه الخيط ديال 35 في هاد المنطقة بالضبط، كنديرو ليها الخيط 35، نقولو هذا هو الخيط 35 عفوا، كناخدو تقريبا واحد 50 سنتيم ديال الخيط 35، كنربطوه هنا في الربطة ديالنا، هاد الربطة كنديرو فيها، كنربطوه بإحكام هاد العقد كلهم، راه كاينين في القناة الإخوان، يعني راه مذكورين ومعودين، كنتمنى ترجعو ليهم وتستافدو اللي ما عارفش كيفاش يدير العقدة. هنا كنسحبو الخيوط ديالنا كما كتشوفوا، كيولي عندنا واحد المنطقه هنا داعم قوي للخيط ديالنا، كيخليهش يتزدى مع الخيط ديال القصبه كما كتشوفوا. هنا كنحيدو الزياده. اذا في نهايه هذا الخيط الاخوان كنركبوا هذا البياسه القفل، يعني هذا المدور اللي فيه القفل راه معروف، كنتمنى تكونوا عرفتوهم وراه باين يعني، وكنديروا الربطه ديالنا كنربطوه في النهايه. ملي كنربطوه الاخوان عاد كناخدو الطعم ديالنا اللي هو البوتيره، كنركبوها بكل سهوله في هذه المنطقه، يعني كنفتحوا القفل ديالنا كنركبو فيه البوتيرة. الآن غنوريكم كيفاش داير المونتاج كامل الإخوان. وهنا الإخوان واحد النقطة، هذا إلا ركبناه عرفوا راه غيهبط لينا القعر، غيهبط لتحت يعني عاد يبدا يطلع، باش ما كنجرو القصبة لفوق هكا كيطلع كيهبط وكنجمعو. يعني إلا استعملنا هذا راه ما غيهبطش لينا القعر، غيبقى في وسط الماء كيعوم في الماء، باش ما كنجمعو راه كيطلع، يعني هذا كيعوم على الكالامار، هذا كيعوم على السيبيا. اذا المونتاج ديالنا الاخوان في النهايه كيما هكا، نعاود نوريه لكم، هذا الخيط ديال القصبه، هذا حتى لهنا حتى المدور، هذا كله الخيط القصبه. هنا درنا عقده تي باش خرجنا فيها الخيط ديال 35 اللي درنا فيه البوتيره تاعنا كما كتشوفوا، ربطناها فيه. وهنا هذا المتر الاخير حتى هو كيكون اضعف خيط، هذا من المدور للاسفل متر كيكون اضعف خيط، يعني متر ديال الخيط ديال 26. علاش كنربطو فيه الرصاص، الرصاص 20 30 غرام، علاش؟
باش الا وصل لنا الحجر وغل يعني غير جره وحده كانت هنا وكنفتحوه. بالنسبه للبوتيرا الاخوان ما تخافوش عليها، الا كاع غلوا لها الاسنان راه ساهلين لانهم كيتعوجوا بسهوله وتخرج منه بسهوله. كنتمنى تكونوا استفدت الاخوان من هذا الدرس، يعني راه مونتاج بسيط للغايه، والى فيديو اخر ان شاء الله. بارك الله فيكم.